حافظ اخويا. نهار الاثنين خويا لقيت تما لقيت الطوموبيل مقلوبه تمايا، جينا قعدنا مع منين حنايا قعدنا مع الطوموبيل والله ما عرفت غير الكليساج كليسا بيهم قال لك انا الغايس هادشي اللي قالوا قال لك ودي كليسات من الطوموبيل مشاو لهاد البلاصه تقلبوا تما هما جوج هو واحد البنت. لما خرجتهمش انايا لقيتهم جالسين هما فهمتي لقيناهم خارج وجالسين خرجنا موال كيبان لي بخير هما يا السيده بخير هو يعني سيد كان واقف قال لهم ضربوا في دارهم والله يشافيهم الله يسهل عليهم. وانا راك تجي في كار ولات لقيت لبارس واقف السيده في لبارس هي وداك السيده شي وانا حاضر لهم قلت لك ما عرفت ولا كانوا جايين سرقينها وانا دايز في كار ولا ما عرفت واش معاود ولا ما معاود لقيت السيده في لبارس قلت لها سلامي قال لي انا سلامي زدت بحالتي سيدي حضرنا لك الحديثه قريب الدوار عندنا ثم دوار حويطات مشينا لقينا الريبانس هزته واحد دري واحد البنت وواحد دري بقى قلب على التليفون صافي طلبوا المقاده قادوها قالوا لي الدري راه كانت قبل طايحه على جنبها مشينا لقينا الدري طيحوها على جنبها ولقى طلعوا في الريبانس زادوا بحال هذا صافي هادشي ما حضرناش للواقعه ضلنا شحال بعد واحد نص كيلومتر ولا شنو ملي جينا لقيناهم قعدوها وطلعوا الريبانس وزادوا حضرنا جات الريبانس جات قبل منا واحد شوي طلعوا ليها مشاو بحال هكا لقينا واحد طلع وبقى واحد البنت وواحد الولد وقع واحد كيقلب على تليفونه تما هزوا طلعوا زادوا بحال هكا مشينا بحال هكا طحين شويه مكسحين مكسحين ها واحد طلع ما شفناش واحد البنت كسحه واحد داير بحال هكا كيمشي عوجته هو كيقلب على واحد التليفون تلقاه وطلعوا زادوا بحال هكا.